Hey guys, welcome back to our YouTube channel. It's your girl Fanny Lungu back with another reaction video. If you're new to this channel, make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course do not forget to subscribe. Today I'm going to be reacting to a surah by Omar. I can't pronounce it, but you can tell from the title. So without wasting time, let's get into the video. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم
سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون First of all, I love how this surah, it's a surah, yeah? How this surah starts by reminding us that God is capable of knowing and hearing everything we do. So there's nothing we can do, nothing we can say that passes, that God doesn't find out, rather. And yeah, he also talks, this surah is also reminding people that you have to acknowledge that God is there, God is your creator, and that you believe in God. Once you admit those things to yourself, if you believe in God, it's easier to be guided through life. So God guides you through life and blesses you in the process and other stuff that he does for you as well. I also like the fact that for being reminded not to fight our brothers and sisters, no matter the situation, if we have something in common, not just something in common, we shouldn't fight anyone in this perspective, because that just, I don't know how to call it. First of all, it's going to be a sin. Secondly, it's going to drive us apart. We should learn to tolerate with people so that we can live with each other, if that makes sense. Otherwise, there's a lot of things that this surah covered, and if there is something in particular that I haven't mentioned but you guys would love to talk about, let me know down in the comment section below. If there's something you want to educate me on, feel free. I'm always glad to receive critical criticism. And yeah, if there's something you want me to react to, drop the link in the comment section below and I'll be more than glad to do it. Make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course, do not forget to subscribe, and I'll see you in my next reaction video.